كيقول لي عاقل الناس كلشي كيشوف فيا كلشي وفعلا نهار اللي خرجت كلشي كيشوف كلشي ولكن هي شي حاجه عاديه. الشركه دوز فيها 20 عام خرجت هاويه صافي نهار اللي مرضت جبت راسي صحتي مشات مره تقال وتكرفس والمعاناة ولا جبتي شي واحد غير كيبيع عيدة بحالك خليك شي توقف. اسمي جميلة طنجاوية خلقة من ربي في سواني في هارو راشد. المهنة ديالي كنت خدمة الخياطة وهذه مدة عام باش وقفت منها وقررت باش نعمل هذا المشروع هذا. ملي خرجت ما وقفتش بزاف ديك الساعة فكرت نخرج نخدم نعمل هذا المشروع هذا حيت اصلا ما عنديش اللي غادي يخدمني عليهم الا جلس صافي مابقيتش قادرة نخدم فيها مرات ومابقيتش قادرة نخدم فيها. الشركة دوز فيها 20 عام خرجت هاوية صافي نهار اللي مرضت جبت راسي صحتي مشات مرة ما كاين حتى حاجة خرجت ولا حتى حاجة. انا عندي ثلاثة العيال فروق على راجل طلقة كيبدا الخدمة أنا خمسة الصباح خمسة الصباح في 11 خاصني نخرج من الدار كنمشي كنبيع الأولاني طبعا ما نقدرش نخرج تقل بزاف كنبيع الأولاني جوج ونص خاصني نمشي في حالي للدار باش الأربعة ونص عاود نخرج ديك الأربعة ونص عاود فويا خمس ساليتي الوقت ولا ما عملتش راسك قلت لك فيها تمارة بنادي تسالي وكتجبر راسك مساليا من داك العواول ودابا ولا مرات ولا جلس داك النهار يومين خصني نخرج نخدم ضروري باش غادي نخدم عليهم. في الاول جاتني صعيبه شويه صعيبه صعيبه ماشي غير شويه باش نخرج كيقول لي الناس كلشي كيشوف فيا كلشي وفعلا نهار اللي خرجت كلشي كيشوف كلشي ولكن هي شي حاجه عاديه ملي ولفت ولات كتجيني عاديه واخا كاين فيها تمارة بزاف وتقال وتكرفس والمعاناة ولا جبتي شي واحد غير كيبيع عيدة بحالك خليك شي توقف كيقول لك ما توقفش هيدا ما توقفش ما توقفش هنايا. ولادي في الاول ما اقتنعوش ولكن ملي شافوني اصلا ما عندي حتى شي صنعة غادي نخدم بها ولا عندي شي مدخول غادي نعمل به شي مشروع كان عندي شي مدخول كعملت فعلا كعملت غير الحانوت بعدا ديتكم مخبعة مشتة مخبعة بقيلة ما كاينش تقال ما كاينش هادي هي فيها ثمرة بزاف ولكن شافوا ما كاين حتى شي حال اخر. انا كنتمنى كنخدم اللي كنتمناه ولا الحق صغير شي حالو سيدة لان هادي شي حاجه ماشي اللي غادي تعمل لك شي مستقبل المدخول ديالها محدود باش تعيش صافي صافي تجيب باش تعيش مع العواول وهادي ومدرسه ميمكنش ما كايناش الخدمه ميمكنش نقولها له هذا ما كاينش ميمكنش الخدمه ميمكنش دابا انا كنبيع كيتي تبيع اي حاجه اي حاجه تحمل تمشي شطاب تعمل اي حاجه كاين راجل اللي ما كيرضاش يخدم ما باغيش يخدم بالعربيه هذه كنقولها اما باش تقول للراجل ما كايناش الخدمه راه ما كاينش ما كايناش الخدمه ما كاينش فهمت الله يحسن العون كل واحد والرزق ديالو ما نقولوش ولكن باش تجي عندي تينا كتفين ديالك ما عارف كيفاش عامل تقول لي ما جبتش الخدمه راه ما كايناش مره ولا راجل كانت عنده مسؤوليه الخدمه ماشي عين اي حاجه يقدر يخدم صافي هذه اللي غادي نقدر نقول لك يعني الخبز يجيبه يجيبه المعيشه يجيبه يجيبه شنو نقول لك انا نهار اللي خرجت كلشي شجعني كلش وباقي لحد الان كلشي كيشجعني كلشي كيحترمني عمري ما ادانيش واحد عمري ما قال لي شي واحد شي حاجه خايبه انا قلت لك من غير سواء ولا كان كيبيع بحالك بحالو ما يخليكش توقف في شي بلاصه الخدمه ماشي عيب اي واحد يقدر يخدم بيع وشراء اي حاجه طبعا شي حاجه صعيبه كتجبر بعد المعاناه ما كتجبرش فين توقف ما كتجبرش فين تمشي ولكن سواء كنت بنت ولا ولد ولا الخدمه بحال بحال هو ما كيرضاش علاش ما كيرضاش شني ما كاينش فرق انا بعد النظريه ديالي انا عندي بحال عامل النظافه بحال هذاك اللي شاف الستيلو بحال بحال بجوج كيجيبوا الخبز بجوج كيضربوا تماره